ديالنا ماشي كاينه عبر افريقيا كنسيبورتي وكندعموا مجموعه ديال المشاريع في افريقيا. هذا اليوم يوم تاريخي في تاريخ شركة نيطافيم المغرب والنيطافيم العالمية كرائد في مجال الري التنقيط، لأنه هذا اليوم غادي نشهدوا تدشين أول مصنع في شمال إفريقيا وفي المغرب لترويج المنتوجات ديال الري التنقيط. هذا المصنع كيجي كتتويج ديال المسار سنوات طويلة في شركة نيطافيم في المغرب، وكيجي كذلك لأجل مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر في دعم الفلاح الصغير والمتوسط من أجل أن يكتسب منتوجات ذات جودة عالية في أري التنقيط. كل هذا باش كنواجهوا الصعوبات اللي كتواجه السوق المغربية، وكذلك الظروف الطبيعية الصعبة من ندرة المياه ومحاربة التصحر وعقلنة الري. المجموعة الدولية هي مجموعة تنتمي إلى شركة أوربيا، الشركة العالمية المكسيكية اللي كتروج مجموعة ديال المنتوجات في مجال ديال الماء بصفة عامة، وشركة نيطافيم في مجال الري بالتنقيط. هذا اليوم غادي يكون يوم اللي غادي يجتمع فيه حوالي أكثر من 250 فاعل وفلاح ومزارع وشركاء وتجار معتمدين في مجال ديال الري. كذلك غادي يكون معنا مجموعة من الشركاء ديالنا في البحث الزراعي وتطوير الرقمنة في مجال الري بالتنقيط. غادي يكونوا معنا الشركاء ديالنا كذلك في مجال الفلاحي من وزارة الفلاحة ومكاتب جهوية وغرف فلاحية ومؤسسات عمومية. شركات شركة نيطافيم هي شركة أولا ماشي شركة لترويج الحلول فقط، وهي شركة اللي عندها واحد القسم ديال التطوير والابتكار. إذا هذا القسم ديال التطوير والابتكار طائنا أنه تكون عندنا واحد القنطرة التواصل بين المغرب وكذلك هذا القسم في الصعيد العالمي، باش نحاولوا أننا نجلبوا آخر ما استجد في مجال تطوير الري التنقيط. وغادي إن شاء الله غادي يكون عندنا الشرف أننا نسينيو أننا نوقعوا شراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي في مجال الري، وكذلك مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في مجال الري، لمواكبة كذلك الطلبة والباحثين والدكاترة في كل ما استجد في عالم الري بالتنقيط. احنا فرحانين اليوم نحلوا المعمل الأول ديالنا في المغرب. المغربية بلد عزيز علينا بزاف، وهذا المعمل الأول الإسرائيلي والأول اللي كان هنا عندنا في المغرب، وجايين باش نعاونوا الناس في الخدمة وباش نعاونوا الفلاحة نقتصدوا في الماء ونجيبوا تكنولوجيا أحسن تكنولوجيا اللي كاينة في العالم هنايا المغرب. حنا باغيين نبقاو نكملوا في هذا الشيء ونديروا نوتر كوزين هنايا في المغرب اللي تعاون المغاربة وتعاون الفلاحة وتعاون كل شيء. فاش كتجلى هذه الإعانة؟ في الخدمة اللي غنعطيو للناس، في العون الفلاحة في هذه الأزمة اللي كاينة ديال الجفاف، في التكنولوجيا اللي عندنا بزاف تكنولوجيا اللي زوينه بزاف وتقدر تعاون المغرب بزاف. غادي نشغلوا ان شاء الله 200 ناس جداد هنايا في نيطافيم في قنيطره، ومع الوقت نزيدوا انوتر مابل هنايا ديال ليزين ونكبروا ونقدروا ناخذوا اكثر ديال الناس اللي خدموا.